الموهبة وحدها لا تكفي. مقال بقلم حنان حسين عواد. من يعرفني شخصيا يعرف عني عشقي للموسيقى الكلاسيكية، خاصة موسيقى موزارت، وهذا ما دفعني للقراءة عنه وعن حياته. منذ سنوات قرأت عن دراسة ربطت بين زيادة قدرات الطفل العقلية وسماعه وتعلمه لموسيقى موزارت، وهكذا أصبح موزارت شاهداً وأيقونة للموهبة الفذة. اليوم وأنا أقضي وقتاً هادئاً هذا الصباح، التقطت أحد الكتب التي كنت أؤجل قراءتها مرات ومرات للكاتب جيف كولفن. في الكتاب أخذ الكاتب يشرح ما أسماه خرافة الموهبة، واستخدم موزارت للتدليل على نظريته. والكاتب لا يقلل من أهمية الموهبة ودورها، ولكنها ليست العامل الأوحد ولا تصلح وحدها لخلق نجاح مدون. موزارت ولد في أسرة فنية، فقد كان أبوه من ألمع موسيقي عصره ومن أبرع معلمي الموسيقى والعزف. وفي العام الذي ولد فيه موزارت كتب أبوه كتابا عن منهجه في تعليم الأطفال الموسيقى. وهكذا كرس والد موزارت حياته ليعلم ابنه أصول النظريات الموسيقية والتأليف الموسيقي. وهكذا أتيحت لموزارت فرصة هائلة عظيمة أن يكون والده من أبرع معلمي الموسيقى، وأن يكرس له حياته لصقل موهبته الفطرية. وكما يزعمون بدأ موزارت رحلته في التأليف الموسيقي وهو في 15 سنة، لكن أول قطعة موسيقية اعتبرها عالم الموسيقى مبدعة بالفعل تلك التي ألفها وهو في 25 سنة. فرغم أن موزارت بدأ التأليف الموسيقي مبكراً، لكننا لا نستطيع إنكار الدور الذي لعبه أبوه في توجيهه، وكيف أخذ يصقل في مهاراته لمدة 18 عاماً حتى أنتج مقطوعة مبهرة حقاً. وإلى جانب موزارت مئات بل آلاف الأسماء اللامعة البراقة في كل منحى من مناحي الحياة. والنظرة السطحية قد تخدعنا بخرافة الموهبة، لكن النظرة المتفحصة ستزيل الستار عن آلاف من ساعات التدريب الدؤوب والدراسة المتأنية. وهذه النظرية لخصها العلماء فيما يعرف بنظرية 10,000 ساعة، وهي باختصار أننا نحتاج ما يقرب من 10,000 ساعة أو 3 سنوات لكي نتقن مهارة معينة إتقانا يمكننا من صنع إنجاز حقيقي. وخرافة الموهبة ليست بنظرية مستغربة بالنسبة لي، فأثناء دراستي لنيل درجة الماجستير في علوم القيادة المؤسسية تعلمت الكثير عن نظريات التعلم والتحفيز، وكل ما تعلمته قادني إلى تركيزي على التدريب المستمر والممارسة والعمل. فالموهبة هي اللبنة الأولى في بناء النجاح، ولكنك لا تحتاج وأنت لا تحتاج إلى أن تكون عبقريا في مجال ما لتبرع فيه، فقط تحتاج إلى قسط يسير من الموهبة مع حب وشغف بما تريد أن تحققه، وتضيف إلى ذلك الكثير والكثير من العمل والتدريب والتعلم. أن تكون عبقريا في مجال ما ليس دعوة مفتوحة لتكون مشهورا أو غنيا، فأيًا ما كان الأمر الذي تريد أن تبرع فيه، الفن أو الموسيقى أو الغناء أو التصميم الإنشائي أو تجارة الأسهم في البورصة أو حتى أن تصبح أبا ناجحا وزوجا رائعا أو أن تصبحي مديرة إدارة أو كاتبة أو عالمة أحياء مائية، فالموهبة هي نقطة البدء يعقبها الشغف
ثم العمل والعمل ومواصلة العمل. هذه هي الوصفة الوحيدة للنجاح التي آمنت بها واختبرتها مرات ومرات وتحققت منها. وأنا عندما ألمس في نفسي موهبة ما أو بصيص إبداع، أحاول أن أقيس مدى شغفي بتلك الموهبة، وإن وجدت مقدارا من الشغف يكفي أن أكرس على الأقل سنة من عمري لهذا الأمر، فإنني آخذ على عاتقي الحصول على عدد كبير من الكتب المختصة، وأخصص على الأقل ساعة يوميا لدراسة المجال الذي شغفني وأعمل عليه عملا دؤوبا. عندما نسعى لتحقيق حلم ما، نتمنى أن يكون الطريق معبدا وألا تتحطم آمالنا على صخرة المعوقات أو الرفض أو الظلم. لكن الحقيقة التي تتكرر مرارا ومرارا للبشر من مختلف الخلفيات العرقية والمكانية والدينية والمهنية هي أن النجاح ليس سهلا. وقد نؤمن أننا نفتقر للموهبة، بينما في الواقع قد نغفل عن مواهبنا الحقيقية وفقط نريد تقليد الآخرين. في كل منا موهبة تنتظر الصقل كقطعة من الكريستال الخشن السطح الذي يعمل عليه الصائغ بآلاته حتى تصبح تلك الجوهرة الثمينة التي لا تقدر بثمن. وحتى بعد أن نكتشف موهبتنا أو مواهبنا، فإننا نخدع أنفسنا بوهم الموهبة وحدها تكفي. حتى موتسارت لم تضعه موهبته في مصاف الموسيقيين العظام، وليس العمل فقط، فهناك من يعملون لساعات طويلة ولا يحققون أي شيء. العمل الذي يصقل الموهبة ويذكيه الشغف هو ما يعرف بالعمل المتعمد، وهذا العمل المتعمد يتطلب خطوات متعددة من تخطيط للعمل وقياس للنتائج والتحسين المستمر للأداء. انتهى المقال. حنان عواد.